تفاصيل أكثر نعرفها من الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. أهلا بحضرتك، ومهم أننا نتابع تنفيذ استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، يعني ده اللي حصل النهاردة من خلال التقرير اللي تلقاه وزير التنمية المحلية حول جهود المحافظات في هذا الشأن. لو تحدثنا عن أهمية هذه المتابعة أولا. أهلا وسهلا أستاذ شادي، مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. وخليني أأكد على كلام حضرتك، بالفعل لما استعرض مع الوزير اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مجهودات الوزارة من خلال وحدة حقوق الإنسان في الوزارة مع وحدات حقوق الإنسان التي تم تشكيلها في 27 محافظة مصرية، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالفعل مع الوزير أصدر قرار بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة برئاسة السيد وكيل أول الوزارة لقطاع مكتب السيد الوزير اللواء حمزة درويش، مع مجموعات العمل اللي موجودة على الأرض. وكان الهدف الرئيس من هذا وذاك يا فندم هو تفعيل الاستراتيجية من جانب وتنفيذ محاورها، بحيث نعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية، سواء كنا بنتكلم على الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها من الحقوق، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي على الأرض داخل وحدات الإدارة المحلية. وعلشان كده من الأهميات بمكان أن خطة العمل استهدفت خلال 5 سنوات القادمة، هي فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، تحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك الأمر العمل على أن تكون هذه الوحدات تقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان ومن خلال الزملاء العاملين على الأرض في المحافظات المصرية. وخليني أقول لحضرتك، إحنا على مدى 3 سنوات الماضية قمنا بتدريب 200 متدرب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة من خلال برامج تدريبية متنوعة بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وآخرها الشهر الماضي تم تدريب 27 من الكوادر على اعتبار ان هم لإعداد مدربين للزملاء في تعزيز حقوق الإنسان في الوحدات المحلية على مستوى كافة المحافظات المصرية. هذا من جانب. من جانب آخر يا فندم، أن يكون هناك لوجو موحد لجميع الوحدات، شعار وفي شعار موحد للجميع في مقرات حقوق الإنسان، بحيث في كل دواوين المحافظات المصرية، وده يكون واضح لكافة المتعاملين وتيسير الأمر على التعامل معهم. هذا من جانب. من جانب ثاني، في محور عملية الرصد والتعامل مع الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان، تم التركيز على تنفيذ عدد من المهام على رأسها رصد ودراسة ومعالجة أي مشكلات متعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة في الوحدات المحلية والعمل على حلها. كذلك الأمر من الأهمية بمكان إشراك، يعني حصل هذا التطوير المؤسسي لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات. بالضبط يا فندم. بالإضافة إلى طبعاً الحق الأصيل لحقوق الإنسان هو اشتراطات الكود الهندسي وتفعيله وتعميمه على المحافظات المصرية فيما يتعلق بالفراغات والإعدادات للمباني، وخاصة لاستخدامات ذوي الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية سواء عامة أو خاصة. وكذلك الأمر تفعيل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني بمبادرة إنشاء الرامب اللي هو لذوي الاحتياجات الخاصة في الشوارع، وده جاري بالفعل في محافظة القاهرة في عدد من الأحياء، بالإضافة طبعا إلى الجزء المتعلق بالحرص على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في جميع المحافظات، وده تم من خلال 227 وحدة تكافؤ فرص على مستوى جميع المحافظات المصرية، وده الهدف منه استكمال لنهج الإدارة السياسية بالاهتمام بالمرأة المصرية ودعمها ومنحها لتحقيق الحق لها في رفعة وطنها، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. ليس هذا فقط يا فندم، ولكن كمان
من الأهمية بمكان التعرض للتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري على أرض المحافظات المصرية من خلال روافد التنمية المحلية في ذلك الأمر، وهي صندوق التنمية المحلية وبرنامج التنمية المحلية والمجتمعية مشروعا. ممتاز جدا، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.